السلام عليكم. مسلسلات وأفلام جديدة بدها تطلع بشهر مارس 2024، وبقائمتنا لليوم في عنا 10 مسلسلات وست أفلام جديدة بدها تطلع بهذا الشهر. أول شيء رح نحكي عن المسلسلات الكورية، وبعدين رح نحكي عن الأفلام الكورية اللي بدها تطلع بهذا الشهر. بالفيديو لحط فاصلة يلي مهتم بالأفلام فقط فيه ينتقل دغري. وقبل ما نبدأ، شكرا كتير على دعمكم إلي واشتراككم بالقناة، وإذا كنت جديد ومهتم بالأفلام والمسلسلات فاشترك بالقناة وفعل الجرس على الكل ليوصلك كل شي جديد. وبنهاية هذا الفيديو لحط لكم مسلسلين انتو اختاروا أن واحد نعمل عنه مراجعة، وخلينا نبدأ. وبنبدأ مع المسلسل الأول بقائمتنا، Wonderful World، عالم رائع. هذا المسلسل من نوع دراما وغموض. تم عرض المسلسل في 1 مارس 2024 على منصة ديزني بلاس، من بطولة كيم نام جي وتشو يون وو. دور أحداث المسلسل حول إيون سو هيون، وهي أستاذة علم نفس وكاتبة مشهورة. يموت ابنها الصغير ظلماً، ومما يزيد الطين بلة أن الشخص المسؤول عن وفاة ابنها لا يعاقبه القانون. تفقد إيون سو هيون الأمل في هذا العالم، وتقرر معاقبة الشخص المسؤول عن وفاة ابنها بنفسها. بطريقة ما تتورط إيون سو هيون مع أشخاص آخرين يعانون من نفس الألم الذي تعاني منه، وتحول حالاتهم الغامضة. هاي اللي دراما انتقامية تشويقية تنتقم فيها البطلة الذي فقدت ابنها الصغير ظلما من الجاني الذي عفى عنه القانون. هذا المسلسل كتير جميل وقصته كتير حلوة ولازم نحضره. ننتقل على المسلسل الثاني اللي بقائمتنا، Queen of Tears، ملكة الدموع. هذا المسلسل من نوع دراما كوميدي ورومانسي. المسلسل من 16 حلقة، وسيتم عرض المسلسل في 9 مارس على منصة نتفليكس. هذا المسلسل من بطولة كيم سو هيون وكيم جي وون. 당신 눈에서 눈물 나게 하네. 세계의 결혼이라고들 했었죠. 안 하죠. 나 눈물 나게 안 한다며. 그래서 나 이혼하려고. يروي هذا المسلسل قصة حب معجزة، حيث يمر الزوجان بايك هيون وو وهونغ هاي إن بأزمة. يعمل بايك هيون وو كمدير قانوني في مجموعة كوين جروب. إنه أنجح شخص جاء من قرية يون دوري، وهي مسقط رأسه وهو فخر تلك القرية. وهو متزوج من هونغ هاي إن، وهي ابنة العائلة التي تمتلك وتدير مجموعة كوينز جروب. هذا المسلسل كتير جميل وقصته كتير حلوة ولازم نحضره. ننتقل على المسلسل الثالث اللي بقائمتنا، Midnight Photo Studio، استديو منتصف الليل. هذا المسلسل من نوع دراما رومانسي خيالي، وهو من 16 حلقة وسيتم عرضه في 11 مارس 2024. هذا المسلسل من بطولة جو وون، كون نارا، يو إن سو، وأوم مون سوك. قصة المسلسل حول سيوكي جو، وهو مصور فوتوغرافي يدير استوديو صغير، وهو المالك السابع لاستوديو الصور والمتجر المخصص للأشباح فقط. كي جو يلتقط صورا للأشباح التي تدخل المتجر. هذا المسلسل خيالي ولح نشوف شو اللي حيقدم لنا لهذا الشهر. ننتقل على المسلسل الرابع اللي بقائمتنا، مسلسل تشيكن نيجت، قطعة دجاج مقلية. هذا المسلسل من نوع كوميديا خيالي غموض. هذا المسلسل من 10 حلقات وسيتم عرضه في 15 مارس 2024 على منصة نتفليكس، ومن بطولة ريو سونغ ريونغ، آهن جاي يونغ، وكيم يو جونغ. كيفينسن وين 밖에 나와 있어요? 어? 박감정. 미나씨! 미나야. 더 크게 해라! يحكي المسلسل قصة خيالية غامضة كوميدية حول كفاح أب لاستعادة ابنته التي دخلت إلى آلة غامضة وتحولت إلى قطعة دجاج. يكافح تشوي سون مان وجو بايك جونج لإعادتها إلى شكلها البشري. هذا المسلسل كوميدي ولح نشوف شلون القصة زبطوها بهالشكل هذا، وإن شاء الله يكون حلو. ننتقل على المسلسل الخامس اللي بقائمتنا، مسلسل ذا داستني تشينجر. هذا المسلسل من نوع فنون قتالية خيالي وغموض. مسلسل من 6 حلقات وسيتم إصداره في 15 مارس 2024، ومن بطولة سيو جي هون وتشاي سيو جين. تدور أحداث المسلسل حول لغز خيالي لقراءة الطالع، ويغير مصير عملية من خلال الثروة والشهرة الشرقية. للأمانة ما حسن نجيب شو قصة هذا المسلسل بالضبط، ولكن حسب المصادر هيك مكتوب. وننتقل على المسلسل السادس اللي بقائمتنا، مسلسل Let Me Grab You By The Collar.
هذا المسلسل من نوع دراما جريمة غموض وإثارة. المسلسل من 16 حلقة وسيتم عرضه في 18 مارس 2024 ومن بطولة كيم هانيول ويون ووجين وجانغ سونغ جو. نحن 범인을 몰려고 증거를 조작했습니다. 나는 널 계속 의심할 수밖에 없어. 네가 거짓말했다고 보니까. 돌 احداث المسلسل حول سيو جون جوون وهي صحفية مشهورة ومقدمة برنامج تلفزيوني للأحداث الجارية. وفي حياتها الشخصية فهي زوجة سيول ووجاي الذي ينحدر من عائلة ثرية. لكن كل شيء يتغير فجأة عندما تموت العشيقة التي كان زوجها يراها. تشعر بالذهول أن زوجها كان على علاقة غرامية وتصبح هي المشتبه بها في قضية قتل العشيقة، لكنها تجد حليفا لها وهو المحقق كيم تاي هيون. أكيد هذا المسلسل رح يكون من أقوى مسلسلات الغموض لهذا الشهر ولازم نحضره أكيد. ننتقل على المسلسل السابع اللي بقائمتنا، مسلسل Beauty and the Devoted، الحسناء والمخلص. هذا المسلسل من نوع دراما رومانسي وهو من 50 حلقة وسيتم عرضه في 23 مارس 2024 ومن بطولة إيم سو هيانغ. 다시 일어설 수 있을까 싶을 만큼 더러 겁이 났을 때. قصة مسلسل الجميلة والمخلص، قصة غيرت حياة بارك دورا الممثلة البارزة التي هبطت إلى الحضيض بين عشية وضحاها، وغو بيل سونغ منتج درامي مبتدأ يبدأ في الحب معها ويعيدها مرة أخرى إلى الساحة. هذا المسلسل من 50 حلقة واللي بيحب هيك قصص رومانسية طويلة أكيد لازم يحضره. بننتقل على المسلسل الثامن اللي بقائمتنا، مسلسل هيد إخفاء. هذا المسلسل من نوع دراما إثارة وغموض، وأنتم ملاحظين معي هذا الشهر كل المسلسلات فيها غموض. المسلسل من 12 حلقة وسيتم إصداره في 23 مارس 2024 وهو من بطولة لي بو يونغ ولي مو سانغ ولي تشونغ آه ولي مين جاي. أتون يلي صدو دي أوبي إسلك أنا بني أبسو. تدور أحداث القصة حول نامون يونغ متزوجة من تشا سونغ جاي الذي يختفي فجأة دون أي أثر له، فتبدأ مون يونغ بحثا للعثور على زوجها وكشف سر اختفائه. هذا المسلسل من أقوى مسلسلات الغموض يلي لازم نحضره ومتحمس له أنا كثير. وتقريبا جميع المسلسلات لهذا الشهر كلها غموض. تيل عن المسلسل التاسع بقائمتنا، مسلسل وير بروفيتابل، نحن مربحون. هذا المسلسل من نوع دراما عائلي رومانسي. هذا المسلسل طويل رح يجينا 120 حلقة منه ورح يعرض أول حلقة من هذا المسلسل في 25 مارس 2024 ومن بطولة هام إيون جونغ وبايك سونغ هيون ومجموعة من الممثلين. يتبع هذا المسلسل القصة الرومانسية الحميمة والمترابطة للطبيبة النجمة جين سو جين التي تسقط من قمتها والطبيبة المبتدئة تشاي ووري أثناء قيامهما ببناء عائلة. هذا المسلسل كمان محسن نجيب قصته بالضبط شو هي، ولكن حسب التقارير والمصادر هيك طلعت القصة. وننتقل على المسلسل الأخير اللي بقائمتنا، مسلسل The Escape of the Seven Season 2، هروب السبع حرب النجاة الموسم الثاني. هذا المسلسل من نوع دراما إثارة وتشويق وسيتم عرضه في 23 مارس 2024 والأغلب متحمس لهذا المسلسل، واللي ما حضر الموسم الأول لازم يحضره ليشوف الموسم الثاني. يتكون المسلسل من 16 حلقة ومن بطولة أوم كي جون ولي جون بيونغ جو هو ولي يو بي وهوانغ جونغ أوم. 니들은 내 어떤 명령도 거절할 수 없어. 내가 호출하면 낮이든 밤이든 무슨 수를 써서라도 30분 안에 튀어와. تدور أحداث المسلسل حول سبع أشخاص متورطين في قضية فتاة مفقودة تواجه أحداثا ضخمة متشابكة مع كثير من الأكاذيب والرغبات، كما يصور رحلة البحث عن الحقيقة وكذلك الانتقام الدموي الذي يشبه العقاب الإلهي. وهلأ خلينا ننتقل على الأفلام الكورية الجديدة اللي بدها تطلع بشهر مارس 2024، ولكن إذا وصلتوا لهون لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك على الفيديو إذا عجبكم. نبدأ مع الفيلم الأول My Name is Loki Wan. هذا الفيلم من نوع دراما رومانسي، تم عرض هذا الفيلم في 1 مارس 2024 على منصة نتفليكس. الفيلم من بطولة سونغ جون كي وتشوي سونغ يون. 로기와 아닙니다. Je m'appelle Kiwan Lo.
이 땅이 어떤 지옥이라도 죽지 않고 살아나겠다는 다짐만으로 여기까지 왔습니다. تدور قصة الفيلم حول شاب يدعى لوكي وان بعد انشقاقه عن كوريا الشمالية يكافح للحصول على قبول لجوءه في بلجيكا. أثناء سعيه للحصول على اللجوء في بلجيكا يلتقي بشابة مكتئبة ليس لديها رغبة في العيش، فقدت كل الأمل. بالأمانة هذا الفيلم حضرته أنا وكتير حلو وممتع، ولح أعمل له مراجعة عن قريب، وبنصح اللي ما شافه يشوفه فورا. ننتقل على الفيلم الثاني بقائمتنا، فيلم دولفين. نوع الفيلم دراما وسيعرض في 13 مارس 2024. الفيلم من بطولة كون يوري وكيل هايبون وهيون وو سيوك. 생각을 해봤니? 전 안 가요. 동네 회사야 시내 있고. 저는 우리 동네가 좋아요. 엄마가 나 거둬준 집이잖아. 근데 그런 집을 어떻게 팔아? 밥 먹고 쉴 수 있으면 그게 집이야. 가보자. يحكي هذا الفيلم عن نا يونغ، حارسة القرية التي لم تكن تعرف سوى عائلتها فقط، وفجأة انخرطت في لعبة البولينج. كيف رح تكون حياتها وشو رح يقدم لنا الفيلم لنشوفه؟ هذا هو السؤال اللي منتظرينه. ننتقل على الفيلم الثالث بقائمتنا، فيلم وانابيل. هذا الفيلم من نوع إثارة جريمة وغموض، وسيتم عرضه في 14 مارس 2024، وهو من بطولة جيون. 모두가 부러워하는 자리에서 한없이 올라갈 줄 알았는데 시간이라는 게 무섭게 발목을 잡더라고. 이 뒷담화를 좀 하고 다니는 것 같은데? 가영님. وانابي هو فيلم إثارة تدور أحداثه حول ممثلة تستعد للعودة إلى التمثيل بعد انقطاع طويل، وتتورط في حادث جريمة غير متوقع يغير حياتها بشكل مأساوي وتتجه مباشرة إلى الأسوأ. هذا فيلم الغموض يلي منتظره هذا الشهر وبتمنى يفوق توقعاتي. ننتقل على الفيلم الرابع اللي في قائمتنا، فيلم هولي بونش. هذا الفيلم من نوع دراما أكشن وكوميديا، سيتم عرضه في 20 مارس 2024، ومن بطولة أوه داي هوان وجي سيونغ هيون وكيم جونغ تاي. 목사님. 예? 심병이죠. 얼른 신내림 받고 다른 일 해야지. 무슨 일? 박수보다. 너는 절에서 나는 교회에서 각자 몸 추스리고. 생각해봤는데 목수박 어떠냐? 목수박. 목수박? نمر أحداث الفيلم حول ثنائي من رجال العصابات الذي لجأ إلى أماكن دينية بعد الإطاحة برئيسهم على يد زعيم عصابة منافسة. من هون بتبدأ العملية المشتركة لقص العصابات وراهب العصابات والمحقق بارك سو ميون. ننتقل على الفيلم الخامس لقائمتنا، فيلم ترول فاكتوري. هذا الفيلم من نوع جريمة إثارة وتشويق، ولح يتم عرضه في 27 مارس 2024. هذا الفيلم من بطولة سون سوك كو وكيم سونغ تشيول وكيم دونغ هوي. قصة هذا الفيلم عندما يواجه المراسل إيم سانغ جين الذي علم بوجود جيش التعليقات من خلال تقرير عن التلاعب بالرأي العام على الانترنت كيانا ضخما أثناء عملية تغطيتهم. كمان هذا الفيلم ما حسن جيب قصته بالضبط، ولكن حسب المصادر هيك بتقول قصته. نطلع الفيلم الأخير اللي بقائمتنا، فيلم أجين 1997. هذا الفيلم من نوع دراما خيالي ولح يعرض بشهر مارس، ولكن إمتى بالضبط مو معروف. دور أحداث هذا الفيلم حول وو سيوك، هو رب أسرة ورجل الأعمال الخطيرة في الأربعينات من عمره، أحلم بالعودة إلى عام 1997 عندما كان في أفضل حالاته في المدرسة الثانوية. وفي أحد الأيام يشتري 5 تمائم يقال أنها ستغير حياته، وبالصدفة اصطدمت سيارته بمنحدر وأفقدته الوعي. يستيقظ وو سيوك ليجد نفسه طالبا في الثانوية في عام 1997، ويبدأ مشروعه الذي سيغير حياته ليحظى بحياة جميلة. ومن هون بتبدأ أحداث هذا الفيلم. وهي كانت قائمتنا بالمسلسلات والأفلام الكورية الجديدة اللي بدها تطلع بشهر مارس 2024. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. وهي المسلسلين اختاروا واحد منهم واكتبوا لي بالتعليقات لنعمل عنه مراجعة. كان معكم إياد من قناة كينومانيا، نلتقي في فيديو جديد.